أوقفت السلطات الصينية دبلوماسياً كندياً سابقاً طالبت منظمة دولية يعمل لحسابها يوم الثلاثاء بالإفراج عنه. وقالت مجموعة الأزمات الدولية إنها اطلعت على معلومات تتحدث عن توقيف مايكل كوفريغ الخبير الكندي في شؤون شمال شرق آسيا الذي كان في الماضي دبلوماسياً في بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة. ويأتي ذلك تزامنا مع أجواء من التوتر بعد اعتقال المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية في كندا.